بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل الثاني من الأشكال اللي بتواجد فيها بها البريتونيوم في داخل الأبدومن اسمها البريتونيال فولز. خدنا الشكل الأول lower peritoneal spaces اللي قسمناها إلى large spaces أو big spaces و small spaces وخلصناها في المحاضرتين اللي فاتوا. هنا هناخد البريتونيال فولز اللي هو الشكل الثاني من أشكال البريتونيوم. البريتونيال فولز دي عبارة عن دبل layered projections من البروتونيوم تخرج تتصل بالأبدومينال فيسرا، ودي هنقسمها إلى ثلاث أقسام. من هذه الفولز ما يتصل بالستومك نسميه أومنتم، منها ما هو يتصل بالإنتستين ونسميه ميزنتري، منها ما هو يتصل بالفيسرا أو بالأورجنز ويثبتها في الأبدومينال وول، ودي نسميها ليجامنتس. يعني بالنسبة للأومنتم ده بريتونيال فولد. لما أقول بريتونيال فولد هذا مصطلح معناه دبل لايرد بروجيكشن من البروتونيوم، يبقى ده بروتونيال فولد يمسك الاستومك ويثبتها في الأذر أورجانز. أمثلة للأومنتم جريتر أومنتم وليسر أومنتم وجاستروسبلينيك وجاستروفرينيك أومنتم، لكن معظم الناس يحبوا يسموها ليجامنتس. عموما لما نوصل لها هنفسر. الميزنتري هو شكل من اشكال او نوع من انواع البروتونيال فولز متصل بالانتستين، يمسك الانتستين ويثبتها في الابدومينال وول. الانتستين عندي سمول وعندي لارج، اللي هيمسك الانتستين ويثبتها في البوستير ابدومينال وول اسمه ميزنتري بروبر. اللي يمسك اللارج انتستين بأجزائها المختلفة هنسميه باسمها. فاللي هيثبت الترانسفيرس كولون في البوستيرير ابدومينال وول هنسميه ترانسفيرس ميزوكولون، واللي يثبت السيجمويد كولون في البوستيرير ابدومينال وول نسميه سيجمويد ميزوكولون، واللي يثبت الابندكس في مكانها هنسميه ميزو ابندكس. اذا الميزنتري ده اربع انواع: ميزنتري بروبر بتاع السمول انتستين، ترانسفيرس ميزو كولون، سيجمويد ميزو كولون، وميزو ابندكس. اما الليجامنتس فهي عباره عن بروتونيال فولز ماسكه الفيسرا او ماسكه الاورجانز وتثبتها في البوستيرور ابدومينال وول، منها في البوستيرور او الانتيرور ابدومينال وول، منها الفالسيفورم ليجامنت اللي بتثبت الليفر، اللاينورين ليجامنت اللي تمسك الكدني في السبلين، الجاستروسبلينيك ليجامنت او الجاستروفلينيك ليجامنت اللي تم ذكرهم من شويه مع الاومنتم يسموه جاستروسبلينيك ليجامنت او اومنتم، وجاستروفرينيك ليجامنت او اومنتم، واخيرا الفرينكوكوليك ليجامنت. دي المسميات المختلفه للبروتينيال فولز: الاومنتم وجمعها اومنتا، الميزنتري وجمعها ميزنتريز، والليجامنتس. نبتدي ناخدهم واحد واحد ونتكلم عنهم. نبتدي اولا بالجريتر اومنتم. من خلال هذه الخريطه هنقدر نتكلم على رؤوس الموضوعات بتاعه الجريتر اومنتم. تعالوا نفك طلاسم من هذه الخريطه. هذه هي الابدومين بعد ما فتحناها، فتحنا الابدومينال وول وادي جزء من الابدومينال وول ومفتوح، ادي السكين والسوبرفيشال فاشيا وادي بعض من عضلات الابدومين، وشلت بعدها الفاشيا ترانسفيرسالز واخيرا البارايتال بروتونيوم. ده البارايتال بروتونيوم فتحته اهو ورحت جاي عامل له ايه؟ عامل له ايفيرجن وقلبته لبره. طيب لقيت في ايه؟ اول ما افتح البارايتال بروتونيوم احب انبه واقول ان المنظر اللي سبيس الهواء اللي ايدي هتتحرك فيه ده هو الجريتر ساك. لقيت في ايه؟ لقيت في عندي استومك، والاستومك يحيط بيها من قدامها ومن الرايت سايد الليفر، والليفر تحت منه هو الجول بلادر، والاستومك على الليفت سايد بتاعها كان فيه السبلين، وادي بعض من البلاد فيزلز اللي ريليتد للاستومك. ثم هذا الفولد اللي لونه بيج ماسك من الاستومك هو الجريتر اومنتم. اذا الجريتر اومنتم ده بروتونيال فولد، اول واكبر واهم بروتونيال فولد ماسك الاستومك ويثبتها في البوستيريور ابدومينال وول من خلال الانتيريور بوردر اوف ذا بنكرياس اللي هو قاعد على البوستيريور ابدومينال وول. طيب اين يوجد الجريتر اومنتم؟ الجريتر اومنتم
قاعد مباشرة تحت البريتال بيروتونيوم. إذن it lies deep to the parietal peritoneum. الله، مين اللي هيفصل الجريتر اومنتم عن البريتال بيروتونيوم؟ هذا هو البريتال بيروتونيوم من هنا، وده البريتال بيروتونيوم. اللي هيفصل الجريتر اومنتم عن البريتال بيروتونيوم هذا السبيس، اللي هو السبيس اوف ذا جريتر ساك. الجريتر اومنتم بيتكون من اربع طبقات، هيمسك مين؟ الاربع طبقات، طبقتين قدام عاملين جدار امامي اسمه انتيريور وول، وطبقتين من ورا عاملين البوستيريور وول. طيب الانتيريور وول له مكون من طبقتين اتنين، ده ماسك فين؟ ماسك جاي من الاستومك. طب ازاي انا اجيب الدياجرام ده؟ ده انتيريور فيو. لو انا قدرت اجيب لاترال فيو هنقدر نتبين كويس ملامح الانتيريور وول اوف ذا جريتر اومنتم والبوستيريور وول. ادي عندي الدايفرام، تحت منه الليفر، تحت منه الاستومك، وتحت من الاستومك كان يوجد عندي الترانسفيرس كولون، وادي السمول انتستين، وده البنكرياس قاعد في البوستيريور ابدومينال وول. ادي هنا كان البروتونيوم بتاعي، ادي الجريتر ساك، ومن هنا كانت الليزر ساك. فين بقى الجريتر اومنتم؟ لاحظ معايا، الجريتر اومنتم هو هذا البروتونيال فولت اللي جاي من عند اللور تو ثيردز اوف ذا جريتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك. يبقى انا من الجريتر كيرفيتشر، الجريتر كيرفيتشر اللي هو الليفت بوردر اوف ذا ستومك، او اللور بوردر يعني الليفت لور بوردر اوف ذا ستومك، هذا البوردر طالع منه الجريتر اومنتم، طبقه من قدام جايه من الانتيريور سيرفيس اوف ستومك، وطبقه من الخلف، يعملوا مع بعض الطبقتين دولت هيعملوا هذا البروجكشن. هذا البروجكشن او هذا الفولد من البروتونيوم هينزل ورا الجريتر ساك اهو، ويعمل فولدنج باكوردز اون اتسيلف، ينزل داون ووردز ويرجع تاني يطلع اب ووردز، يعمل كروسنج للترانسفيرس كولون، ويمشي الطبقتين الاثنين يجوا عند الانتيريور سيرفيس والانتيريور بوردر اوف ذا بنكرياس. طبقه تطلع فوق تمشي مع البوستيرور ابدومينال وول بعد ما تغطي البنكرياس من قدام، والطبقه الثانيه تنزل من الانتيريور بوردر اوف بنكرياس وتعمل حاجه اخرى. طيب اذا عندي هذا الفولد، لما عمل فولدنج باك ووردز على نفسه اصبح بدل ما طبقتين اتنين بقى اربع طبقات مترتبين في جدارين، ده الجدار الامامي اللي هو الانتيريور وول، وده الجدار الخلفي اللي هو البوستيريور. اذا هو ده الجريتر اومنتم. اذا الجريتر اومنتم ده يو شيبد لوب او فولد من البروتونيوم، جاي من الاستومك ورايح نازل تحت، نازل تحت في قلب الجريتر ساك، ويطلع مره تانيه ويغطي الترانسفيرس كولون علشان يثبت الاستومك في البوستيريور ابدومينال وول في المنطقه اللي قدام البنكرياس. ده كان مين؟ ده كان الجريتر اومنتم. طيب الجريتر اومنتم لما اجي نرجع مره تانية بقى للرسمه اللي فاتت علشان نتكلم على بقيه البيانات بتاعته. احنا خدنا كان اول حاجه ده الاستراكشر بتاعته، ده الاتاتشمنت، احنا قلنا له انتيريور تو لايرز اللي هم الانتيريور وول، والبوستيريور تو لايرز اللي هم البوستيريور وول. ماذا يحتوي بداخله الجريتر اومنتم؟ يحتوي على رايت وليفت جاسترو ابيبلويك فيزلز، تمام، علشان دي اللي هتغذيه. طيب ابيبلويك فيزلز منها ما هو ارترز، ومنها ما هو فينز، ثم رايت وليفت جاسترو ابيبلويك ليمف نودز، تمام، ثم الحشو بتاع البروتونيوم المكون من الاكسترا بروتونيال فاتي تيشو والاوتونوميك نيرفس. هذه كانت الكونتنتس اوف ذا جريتر اومنتم. نرجع بعد كده على الفولد الثاني من البروتونيوم اللي ماسك فيه الاستومك اللي كان اسمه ليسر اومنتم. طلاسم الرسمه ديت، ادي الابدومين بعد ما اتفتحت، ده الانتيريور ابدومينال وول واتشال تماما، ادي الاستومك وده الليفر. طيب هذا الفولد من البروتونيوم اللي ماسك الليفر في الاستومك يسموه ليسر اومنتم، ده ليسر اومنتم. طيب تعالوا نتكلم على تعريفه. دبل لايرد فولد من البروتونيوم هو تعريف اي بروتونيال فولد، ماسك الليفر كونكتنج ذا استومك تو ذا ليفر، علشان كده يحلو لبعض الناس يسموه جاسترو هيباتيك ليجامنت. اذا الليسر
اومنتوم في بعض من المسميات يسموه جاسترو هيباتيك ليجمنت، هو ده اللي صار ايه اومنتوم. اتصالاته ما يعني ماسك في الاستومك وماسك في الليفر، ماسك فين في الليفر؟ ثلاث اماكن في الليفر احنا هنقولها دلوقتي ونرجع نشرحها مره تانية مع الليفر بالتفصيل. ماسك في الليفر في ثلاث اماكن، في الليفت لوب كان في بروجكشن صغير كده اسمه تيوبر اومنتال، وكان فيه نوت فيشر اسمه فيشر فور ليجمنتوم فينوزم، وكان فيه سره الليفر الامبلايكس اوف ذا ليفر اللي اسمها بورتا هيباتس كانت لها مارجنز، ماسك في المارجنز اوف ذا بورتا هيباتس. ادي الثلاث اماكن اللي كان متصل بيها الليسر اومنتوم مع الليفر. اما في الاستومك فكان ماسك في الليسر كيرفيتش اوف ذا ستومك والفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ديودينا. طيب الليسر اومنتوم في امبورتنت ريليشنز، الامبورتنت ريليشن لو بالابيبلويك فورامين، هو الابيبلويك فورامين كان قاعد على الرايت سايد بتاعه، يعني الليسر اومنتوم قاعد على الليفت سايد اوف ذا ابيبلويك فورامين. الكونتنتس اوف ذا ليسر اومنتوم رايت وليفت جاسترو ليفت جاستريك فيزلز، وعلى ابنهم ظاهرين هنا من ايه من قلب الرسمه، ادي الرايت جاستريك وادي هنا الليفت جاستريك فيزلز يعني ارتريز وفينز، كذلك الرايت والليفت جاستريك ليمف نودز، وحشو مين حشو هذا الفولد من الاكسترا بيريتونيال فات تيشو والاتونوميك نيرفز، لان الفري بوردر اللي هو الرايت بوردر اللي هو ده الرايت بوردر اللي هو الفري بوردر اوف ذا ليسر اومنتوم كان في 3 ستراكشرز بتعدي اللي هم البورتال فين والهيباتيك ارتري والبايل داكت، دولت كانوا اكبر 2 فولدز من البروتونيوم ماسكين في الاستومك اللي هما الجريتر اومنتوم والليسر اومنتوم، يتبقى لي 2 اومنتا او ليجامنتس تانيين اللي هما الجاستروسبلينيك والجاستروفرينيك، هناخدها مع الاذر ليجامنتس. ندخل بعد كده على النوع الثاني من البروتونيال فولدز اللي اسمه ميزنتري. مصطلح ميزنتري هو بروتونيال فولد يعني دبل لايرد فولد من البروتونيوم ماسكه الانتستين، سواء الانتستين دي كانت سمول او لارج، لكن اكبرهم واهمهم واخطرهم هو الميزنتري بروبر او الميزنتري اوف ذا سمول انتستين. ده فيري وايد بروتونيال فولد بيمسك الفري بارت الموفابل بارت البارت المتحرك من السمول انتستين اللي هو الججنم والاليوم ويربطها يثبتها هنا في البوستيريور ابدومينال وول. ده البوستيريور ابدومينال وول بالاستراكشرز اللي عليه دي فيزلز كتيره اهي، الفيزلز دي جايه ريليتد لي ده البورتال فين وده السبيرور ميزنتريك وده الاورتا والانفير فينا كيفا، دي من علامات البوستيريور ابدومينال وول الاورتا والانفيرور فينا كيفا. فهنجد ان الميزنتري بروبر او البروبر ميزنتري هيمسك البوستيريور ابدومينال وول وعلامه وجود هذه الفيزلز وهيثبت فيه الفري بارت او الموفابل بارت اوف ذا سمول انتستين اللي هو الجوجنم والاليوم. طيب اذا الجزء الاصفر ده هو الميزنتري بروبر، شكله ايه؟ شكله فان شيبد يعني شكل المروحه الصيني، له اتنين بوردرز، له انتيريور بوردر اللي هو ماسك بالفري ايدج ايوه of the small intestine، ادي الفري ايدج اللي هو من اول هنا ويفضل ماشي مع الججنم طالع ونازل، يفضل ماشي مع الججنم او كل ده لحد ما يوصل للنهايه، ده الفري بوردر. اما الاتاتشد بوردر او الفري بوردر كان انتيريور امبوزيشن، والبوستيريور بوردر اللي هو الاتاتشد بوردر ده اللي هو كان بوستيريور امبوزيشن ده اتاتشد للبوستيريور ابدومينال وول. الفري بوردر طوله هو نفس طول اللي اسمه الانتستين يعني 6 متر، اما البوستيريور او الاتاتشد بوردر فطوله 6 انشز، يبقى ده 6 متر اما البوستيريور بوردر ف 6 انشز يعني 12 سنتي ونص، وماسك في البوستيريور ابدومينال وول منين بالظبط؟ من عند الديودين والجيجنال فليكشر وحتى الاليو سيكال جانكشن اللي هي ماركت بوجود مين؟ بوجود الفيرمي فورم ابندكس. اذا الميزنتري بروبر ده كان له تو بوردرز، انتيريور بوردر طولها 6 متر وماسكه في الججنم والاليوم، والبوستيريور بوردر اللي كان طولها 6 انشز وكانت ماسكه في البوستيريور ابدومينال وول وبتعدي على مجموعه الاستراكشرز اللي قاعده في البوستيريور ابدومينال وول. مجموعه الاستراكشرز الثنائيه مين هي؟ الثنائيه يعني تو بارتس من السمول انتستين اللي هما مين؟ تو بارتس من الديودينم اللي هو الفورس بارت اللي جاي من فوق
والسير ديبارت اللي ماشي بالعرض الطيب، وتو فيزلز اللي هم الاورطه والانفيريور فينا كيفا، وتو ماسلز الصوص دي الليفت صوص الرايت صوص مستخبيه هنا الصوص والالياكس ماسل. طيب وثلاثه استراكشرز اللي ماشيين على الصوص ميجر اللي هم اليوريتر والجينيتو فيمورال نيرف والجونادل فيزلز. طب الكونتنتس ايه اللي بيوجد بداخل الميزنتري بروبر؟ الميزنتري بروبر ده احنا قلنا بيثبت السمول انتستين، اذا يوجد بداخله السمول انتستين الجيجنوم والايليوم. كويس، هو الجيجنوم والايليوم يوجد بداخله والحاجات اللي ريليتد لها الفيزلز والنيرفس اللي هتغذيها بس تكون موجوده، فهنجد الفيزلز اللي هتغذي الجيجنوم والايليوم اللي هو مين؟ اللي هو السوبيريور ميزنتريك ارتري. قاعد هنا السوبير ميزنتريك ارتري، مش معقول هسيب مراته السوبير ميزنتريك فين فياخد معاه السوبير ميزنتريك فين. طب السوبير ميزنتريك ارتري كان بيدي برانشز، ايوه الجيجنال والايليال، يبقى الجيجنال والايليال ارتريز. طب ما الفينز الوتروبيوتريز هي ممثله للارتريز، وكذلك في بعد كده عندي يوجد بعد كده اكسترا بيرتونيال فاتي تيشو والاوتونوميك نيرفس. هذه كانت الكونتنتس اوف ذا ميزنتري بروبر. طيب الميزنتري الثاني اسمه ترانسفيرس ميزوكولون، في هذا الدياجرام ده انتيرور فيو وده لاترال فيو، ده كان الترانسفيرس كولون اهو. الترانسفيرس كولون في فولد من البروتونيوم اللي هو عامله دياجراماتيك عامله يدوي ده، ده وايد دبل ليرد فولد من البروتونيوم انكلوزنج، ده بيحوط الترانسفيرس كولون ويرجع يثبته ورا في مين؟ هيرجع يثبته ورا في البوستيرور ابدومينال وول في المنطقه اللي تقع بالظبط امامها البنكرياس. طب من خلال هذا السيجيتال سيكشن الميديان سيكشن اهو ده الترانسفيرس كولون اللي هو الموازي هنا ده، لو خدت سيكشن طولي بالشكل ده فهتظهر في الصوره بهذا المنظر، ده الترانسفيرس كولون وده كان البنكرياس وهذا الفولد من البروتونيوم، هو هنا في كان عريض هنا بقى في الكات سيكشن هيبان في صوره ايه خطين اثنين، يبقى فولد مكون من طبقتين اثنين هيثبت الترانسفيرس كولون في البوستيرور ابدومينال وول، ده البوستيرور ابدومينال وول في المنطقه اللي قدامها البنكرياس اهو، وهيطلع بقى من هنا الطبقتين، طبقه هتنزل هتتحد مع مين؟ مع بقايا او امتداد الجريتر اومنتم، والطبقه الثانيه تروح للبوستيريور ابدومينال وول عادي خالص. طيب الكونتنتس بيحتوي على الترانسفيرس كولون وملحقاته. الترانسفيرس كولون مين ملحقاته؟ الارتري اللي بيغذيه اسمه ايه؟ اسمه ميدل كوليك ارتري، معاه فين؟ ميدل كوليك فين، الاثنين مع بعض ميدل كوليك فيزلز، ثم الميدل كوليك ليمفاتيك فيزلز والليمف نودز وفاتي تيشو واوتونوميك نيرفز. طيب الفولد او الميزنتري الثالث اسمه سيجمويد بلفيك او سيجمويد ميزو كولون، ده انظر فولد. احب بس اقول حاجه هنا في الترانسفيرس ميزو كولون، الترانسفيرس ميزو كولون ده من اهم واخطر الميزنتري، اذا كان السمول انتستين متعلقه ومتثبته بالبروبر ميزنتري فاللارج انتستين متعلقه ومتثبته بمين؟ بالترانسفيرس ميزو كولون. شوفوا ده من خلال هذا المنظر شايفين الترانسفيرس ميزو كولون اللي بيثبت الترانسفيرس كولون ويعلق ويدي لللارج انتستين الشكل بتاعها، بدونه كانت اللارج انتستين كلها تنهار وتقع على بعضها. طيب الميزنتري التالت اللي اسمه اسمه سيجمويد ميزو كولون، ده كان برضو فولد من البيروتونيوم ماسك الانتستين ويثبتها في البوستيرور ابدومينال وول، وكان مكون من طبقتين اتنين وشكله انفيرتد في شيبد مكون من تو لمبس لاترال لمب وميديال لمب. اللاترال لمب البدايه بتاعتهم في البوستيرور ابدومينال وول عنده شريان اسمه ميدل، الشريان اسمه كومن ايلياك ارتري، كومن ايلياك ارتري واحد من التو برانشز او التو تيرمينال برانشز اوف ذا ابدومينال اورتا. من الميدل اوف ذا ميدل كوليك ارتري دي كانت البدايه، ده الاصل ده الاساس اللي عنده هيطلع الترانسفير السيجمويد ميزو كولون وهيطلع في صوره تو لمبس لاترال لمب
وميديال ليمب. اللاترال ليمب هيمشي من الميدل للميدل، يعني ايه؟ يعني من الميدل اوف ذا كومن ايلياك ارت فيزل للميدل اوف ذا اكسترنال ايلياك فيزلز. اما الميديال ليمب فهيمشي من الميدل برضه للميدل، يعني من الميدل اوف ذا كومن ايلياك فيزلز الى الميدل بيس اللي هو الثيرد بيس اوف ذا ايه اوف ذا سيكرم. طب هو بيحتوي بيثبت ويحتوي على السيجمويد كولون اللي هو البلف كولون وملحقاته. مين ملحقاته؟ اللي هو الانفيريور ليفت كوليك فيزلز ارتري وفين، والسوبيريور ريكتال ارتري اللي هو كان الكونتينيويشن اوف ذا انفيريور ميزنتريك ارتري، ثم الليمف نودز والاكسترا بيرتونيال فاتي تيشو والسمباثيك اوتونوميك فايب نيرفس المحيطه بهذه الارتريز اللي بتوجد بداخله. واخيرا الميزنتري الرابع اللي كان ماسك ومثبت الابندكس، بس المره دي مش مثبتها في البصير قدامنا نقول ده مثبت الابندكس في البروبر ميزنتري، اسمه الميزو ابندكس. اذا الميزو ابندكس هو رابع ميزنتري ماسك طالع من دريفاتيف من الميزنتري بروبر ويروح يحوط ويغلف الفيرمي فورم ابندكس ويثبتها فين؟ في البروبر ميزنتري. علشان كده محتوياته الابندكس وما يغذيها من بلاد فيزلز ونيرفس وليمفاتكس. فهنجد الابندكولار ارتري والابندكولار ليمف نودز والاكسترا بروتونيال فاتي تيشو والاوتونوميك نيرفس. من الملاحظ ان الميزنتري بروبر او الترانسفيرس ميزوكو الترانسفيرس ميزوكولون او السجمويد ميزوكولون كانوا ماسكين مباشره في البوستيرور ابدومينال وول وبيثبتوا الديفرنت بارتس اوف ذا انتستين. اما الميزو ابندكس فده كان ديريفاتيف طالع من البروبر ميزنتري وبيثبت اقرب جزء من اللارج انتستين دي اللي هو كان الفيرميفورم ابندكس. يبقى كده خلصنا الأربعة فرايتز من الميزنتريز اللي هي البروتونيال فولز اللي ماسكة وتثبت الديفرنت بارتس اوف ذا انتستين تو ذا بوستيريور ابدومينال وول. طيب ناخد بعد كده البروتونيال فولز اللي بتثبت الفيسرا او السوليد اورجانز مع بعض اللي بنسميها الليجامنتس. الليجامنتس عندي اولهم واهم واشهر واحده فيهم اللي هي الجاسترو اسبلينيك ليجامنت. احنا قلنا اي حاجه ماسكه في استومك بنسميها اومنتم، عشان كده بعض الناس بتسميها جاسترو اسبلينيك اومنتم. الجاسترو اسبلينيك الخريطه بتاعتي دي كانت الاستومك، ده الجريتر كيرفيتشر اللي هو الليفت بوردر اوف ذا استومك، وده كان السبلين. السبلين في الميدل of the medial surface بتاعه كان يوجد عدد من الفتحات داخله في depressed area يسموها الهيلم of the spleen. ده كان الهيلم of the spleen. تعالوا نشوف الاتاتشمنت of the gastrosplenic ligament. الجاستروسبلينيك ليجامنت ماسكه في، من اسمها جاسترو يعني ماسكه في استومك، سبلينيك يعني ماسكه في السبلين، فماسكه في الاستومك في الابر بارت اوف ذا جريتر كيرفيتشر اوف ذا استومك للفرنت اوف ذا هايلم اوف ذا سبلين. وتحتوي على بلاد فيزلز هنا اسمها شورت جاستريك فيزلز، وتحتوي على بدايه ارتري اسمه ليفت جاسترو ابيبلويك ارتري، وكذلك الليفت جاسترو ابيبلويك فين، وكذلك الليفت جاسترو ابيبلويك ليمف نودز، والحشو اللي احنا عارفينه اللي هو الفاتي تيشو والاوتونوميك نيرفس. دي كانت الجاسترو اسبلينيك ليجامنت. طب الليجامنت الثاني اسمها لاينو، لاينو يعني سبلينو، يعني سبلينو سبلينكو رينال ليجامنت. دي الاستومك، ده الكريتر كيرفيتشر اوف ذا استومك، وهذا هو السبلين. طيب لكن هنا كان يوجد عندي الليفت كيدني. في الحقيقه هما مش بعيد عن بعض كده، هما على طول جنب بعض، يعني الليفت كيدني ورا الاستومك مباشره، وعندي كمان السبلين راكب على الاستومك، لكن انا هنا بعتهم عن بعض علشان نبين الاتاتشمنتس بتاع هذا الرباط اللي اسمه لاينورين ليجمنت. ماسك اللاينورين ليجمنت زي ما احنا شايفين من
الباك اوف ذا هايلم اوف ذا سبلين. ده الباك اوف ذا هايلم اوف ذا سبلين للفرونت اوف ذا، يعني دي كانت الايه، دي كانت الجاسترو سبلينيك ليجمنت. انا عشان بس ابين بعلاقتها باللاين رينر ليجمنت هتظهر في الصوره اللي جايه ايه، ادي اللاين رينر ليجمنت. الجاسترو سبلينيك كانت ماسكه في الفرونت هنا، انما اللاين رينر ليجمنت جايه من الفرونت اوف ذا ليفت كدني للباك اوف ذا ايلم اوف ذا سبلين. ايه اللي موجود بداخلها؟ يوجد بداخلها ارتري، الاول التيل اوف بانكرياس، وماشي يتدلع عليه السبلينيك ارتري، ثم الحشو المكرر المعروف لينف فيزلز ولينف نودز وفاتي تيشو واوتونوميك نيرفز. كده خدنا اتنين ليجامنتس، فاضل لنا ليجامنتس تانية في الجاسترو فرينيك ليجامنت من اسمها جاسترو فرينيك، يعني ماسكه من الاستومك للديافرام. خلاص يبقى الاتاتشمنت بتاعها من الفندس اوف ذا ستومك معلقه في مين؟ في الاندر سيرفيس اوف ذا ايه؟ اوف ذا ديافرام. طيب في ليجامنت اخرى اسمها الفالسي فورم ليجامنت، ده الرباط الخامس. الفالسي فورم ليجامنت ذكر مرات قبل كده مع السفرينيك سبيسز. ايه حكايته ده؟ ده فولد من البروتونيوم، شكله سيكل شيب، شكل المنجل. ده بيربط الديافرام والليفر، يربطهم في الانتيريور ابدومينال وول. طيب الاتاتشمنت من الاندر سيرفيس اوف ديافرام ثم للابر سيرفيس اوف ذا ليفر، للانتيريور سيرفيس اوف ذا ليفر، للانتيريور ابدومينال وول، دي الاتصالات بتاعته. طيب الكونتنتس، الكونتنس في اللور مارجن بتاعه او الفري مارجن بتاعته كان فيه ليجامنت اسمها ليجامنت امتيريز، هنحكي عليها بعد كده مع الليفر. وكان يوجد ايضا فينز اسمها بار امبلاكال فينز، جايه من الانتيريور ابدومينال وول ورايحه للبورتال فين. كذلك يوجد الحشو المكرر المعروف ليمفاتيك فيزلز وليمف نودز اكسترا بيريتونيال فاتي تيشو واوتونوميك نيرفز. ديت كانت الخمسه ليجمنتس اللي بتثبت ديفرنت ابدومينال فيسرا واورجانز بالابدومينال وول او تثبتها في بعضها. نصل بعد كده الى الكاتيجوري الرابع من اشكال البروتونيوم اللي اسمه امبليكال فولدز. الامبليكال فولدز دي عباره عن دبل لايرد بروجكشنز او فولز من البروتونيوم لكنها ريليتد للامبليكس، ويبلغ عددهم خمسة. اول واحدة تقع في الميدل لاين واسمها ميديان امبليكال ليجمنت، ده فولد من البروتونيوم. ايه حكايته ده؟ هذا الفولد من البروتونيوم سببه ان في استراكشر من تحت من البروتونيوم بيدفع البروتونيوم ويرفعه ويبرزه في صورة فولد. فعلى الميدل لاين كانت الأوبليتريتد يوريكاس، تفتكروا اليوريكاس امبريولوجيكالي بعد ما حصل لها أوبليت فايبروزيس، أوبليتريشن وفايبروزيس، راح جاية تبقت في صورة رودمنتري استراكشر. هذا الرودمنتري استراكشر اللي هو ريمينانت بقايا ريزيديوالز، هذه البقايا من اليوريكاس اللي حصل له اوبليتريشن وفيبروزيس ظهرت في صورة ليجامنت ترفع البروتونيوم من فوق منها وتخليه بارز in close relation to the umbilicus في صورة فولد، اسمه ميديان امبليكال ليجامنت. طيب الفولد الثاني يوجد على السايدز اوف ذا ميديان امبليكال ليجامنت، وده كان سببه ان في احد الشرايين اللي اسمه امبليكال ارتريز. امبليكال ارتري ده كان الديستال بارت بتاعه كان اوبليتريتد، كان متليف، فكان وتحول الى رباط. هذا الرباط رفع البروتونيوم من فوق منه في هذا الموقع على السايدز اوف ذا ميديان امبليكال ليجامنت، رفعه وظهر هذا الرفع في صورة فولد اسمه ميديال امبليكال فولد. اما الفولد عددهم اتنين، اما الفولد التالت اللي كان اسمه لاترال امبليكال فولد، فده كان بيظهر على موست لاترال سايدز، يعني على اللاترال سايدز اوف ذا ميديال امبليكال
فولد، وده كان سببه ان كان في شريان هنا اسمه الانفيريور ابيجاستريك ارتري اللي خدناه، اللي كان طالع من الاكسترنال ايلياك ارتري وهو داخل للابدومينال وول من عند اللينيا سيمي سيركولارز الاركويد لاين، هو داخل في هذا المكان وكان عامل حدود مين؟ حدود الانجوانال تريانجل. في هذا الموقع اثناء دخوله راح جاي برز من تحت البروتونيوم ورفع البروتونيوم وزقه لفوق، زقت البروتونيوم ورفعته عملت فولد اسمه لاترال امبليكال فولد. يبقى اللاترال امبليكال فولد ده فولد من البروتونيوم، مين اللي عمله؟ الانفيريور ابيجاستريك ارتري. الميديال امبليكال فولد ده فولد من البروتونيوم، مين اللي عمله؟ وزقه من تحت الاوبليتريتد امبليكال ارتري. اما الميديان امبليكال فولد ده فولد من البروتونيوم، مين اللي عمله؟ اللي زقه اليوريكاس ورفعته. كده يبقى خلصنا الاشكال الاربعه اللي كان بيوجد فيها البروتونيوم بداخل الابطال.